هذا يقول: هل اللحية حلقها يخالف للفطرة التي فطر الناس فطر الله الناس عليها؟ نعم، هذا يخالف الفطرة التي هي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن إعفاء اللحية من خصال الفطرة التي هي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإكرامها وإرسالها وتوفيرها، وكلها، وأمر بمخالفة من يحلقها أو يقصها من اليهود، من النصارى، من أهل الكتاب ومن المجوس والمشركين. قال: خالف المشركين، خالف المجوس. كل هذه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد علينا أن نعفي لحانا وأن نحفي شواربنا، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يدخل حلقها في تغيير خلقة الله؟ نعم، يدخل هذا في تغيير خلقة الله عز وجل، ولا يبعد أن هذا أشد من النمص والوشم والوشر التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها.